والتبريكات لمالك مروج على هذا الفوز. تهانينا لمحمد بن بخيت من برقان المري على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم متابعينا في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير. أحييكم في درة ميادين الخليج ميدان الشحانية، وفي هذا المهرجان، مهرجان المؤسس طيب الله ثراه، انطلق شوط الإبداع، انطلق شوط الإمتاع، انطلق الشوط الثاني عشر المخصص لسن الإجذاع ولفئة القعدان. المسافة وهي الستة كيلومترات الفاصلة عن السيارة التويوتا لاند التويوتا عن السيارة عن السيارة النيسان بترول ستيشن اكس اي. ابدأ بداية مع من يحتل المركز الاول اللي هو تابع هناك العديد علي بن محمد بن سعيد النابت يقدم لنا العديد متقدما مع اول المراكز، بينما هو تابع من اتى هنالك شاهين سعد بن مبارك بن ضعيف النابت يقدم لنا شاهين على المركز الثاني المركز الثالث. حضر هنالك وانطلق في هذه اللحظات كحال سالم بن علي بن دخيل المري يقدم لنا هنا يقدم لنا كحال على المركز الثالث المركز الرابع. وصل هنالك الصارم سعيد بن محمد بن احمد بالحوت العامري يتقدم في هذه اللحظات، هذا الشعار الكبير المليء بالإنجازات يتقدم في هذه اللحظات. أتى على المركز الخامس، انطلق هنالك في هذه اللحظات ترياق محمد بن بخيت بن برقان، من قدم لنا خبر ومن انتزع شلف الحقائق يتقدم في هذه اللحظات، ومن قدم لنا مروج. يتحرك الصارم إلى المركز الثاني بهذا القدوم الكبير. المركز الثالث وتابع هناك الانطلاق من قبل هنالك العديد علي بن محمد بن سعيد النابت يقدم لنا شعاره. أتى على رابع المراكز هنالك طويق رياض بن ثامر بن سليمان السعدون، يتقدم السعدون أبناء المملكة أبناء الإمارات أبناء الشحانية في معترك أخوي جميل. هنا من يتسلل بهذه اللحظة حظات. وصل هنالك شاهين سيف بن سهيل بن الخير بن عيض الاعفاري يتقدم في هذه اللحظات ليقدم لنا شعاره. الاعفاري يتحرك الى المركز الثالث. السياره وين من هذه الشعارات الكبرى من هؤلاء الكبار والفطاحله والعمالقه. المركز الرابع وتابع هناك شعار بن سعدون يتحرك في هذه اللحظات. اطويق رياض بن ثامر بن سليمان السعدون يتقدم بشعاره على المركز الثالث. المركز الرابع هناك يتقدم على رابع المراكز اطويق. المركز الخامس وتابع هنالك الوصول في هذه اللحظات الصارم سعيد بن محمد بن احمد بالحوت العامري، لكن العوده الى بن برقان، العوده الى هذا الشعار المنطلق المتحرك المتصدر لهذا الشوط طامعا بسيارة هذا الشوط النيسان بترول ستيشن. إلى وين من هذه الشعارات الحاضرة هنالك في هذه اللحظات ترياق محمد بن بخيت بن برقان يقدم لنا ترياق مع مقدمة الشوط كما قدم لنا مروج. يتحرك في هذه اللحظات على المركز الثالث شاهين سعد بن مبارك بن ضعيف النابت حضر في هذه اللحظات المنطلق والواصل. شاهين سيف بن سهيل بن نخير الاعفاري يتقدم في هذه اللحظات. يا محلى المعركة في هذه اللحظات. وتابع هناك الانطلاق من قبل الواصل والغادم يصل هنا لكطويق رياض بن ثامر بن سليمان بن سعدون حضر في هذه اللحظات وانطلق. يا سلام بدأت الأسماء تندفع من الصفوف
في الخلفية، أتت إلى وسط المعركة، أتت إلى هذه المعركة التي أتابعها في هذه اللحظات. أتابع هناك من ينطلق مع رابع المراكز طويق رياض بن ثامر بن سليمان بن سعد السعدون، المركز الخامس أتابع العديد، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط هناك مع بن برقان ما زال متقدما متصدرا لهذه القائمة لهذه الأسماء الكبرى. يا لصولات أو جولات، فكان الله بعون المشاركين في هذا الشوط، في هذا الشوط الكبير. ما زال الصارم متقدما مقدما لنا ترياق محمد بن بخيت بن برقان يتقدم مع أول المراكز، المركز الثاني أتى بهذه اللحظات وصل هنالك وانطلق بهذا الوصول، تحرك هنالك القادم والواصل مع ثاني المراكز هنالك شاهين. سيف بن سهيل بن خير الأعفاري يتقدم ليقدم لنا شعاره الكبير، حضر على ثالث المراكز هنالك الواصل شاهين. سعد بن مبارك بن ضعيف النابت يقدم لنا شاهين، بينما المركز الرابع تابع في هذه اللحظات اسم جديد ينضم إلى وسط المعركة، جلمود علي بن مسعود بن علي الشعبول يقدم لنا شعاره على المركز الرابع. المركز الخامس أيضا اسم جديد ينضم إلى هذه المعركة، إلى هذه المطحنة. بدأت المعركة في هذه اللحظات والتسعمية متر الأخيرة يا صارم، التسعمية متر الأخيرة يا بن ضعيف. وصل هنالك الذيب، وصل بن شابل بهذه اللحظات، تحرك بن شعبول، ولكن العودة إلى مقدمة الشوط. يتقدم هنالك الصارم النيسان بترول ستيشن اكسيلا، وين البارئة هنا ما زال متقدما بن برقان، محمد بن بخيت بن برقان يتقدم مع أول المراكز بهذه اللحظات. المركز الثاني هنالك، هنالك الاعفاري، الاعفاري وبن برقان في اللحظات الاخيرة، معركة وتابعها يا حلو المعركة ما بين ابناء الشحانية وهنالك ابناء مصانع الجنوب، ابناء العين يتحركون على المركز الثاني. المركز الثاني ولا هنا بن برقان والاعفاري اللحظات الاخيرة، الامتار الاخيرة، لكن بن برقان يقدم لنا ترياق مختطف النقطة الثانية. محمد بن بخيت بن برقان، تهانينا لك يا بن برقان على هذا الفوز الكبير، بكل اقتدار وبكل افتخار وبكل عرض لافت للأنظار. السيارة هنا مع ترياق محمد بن بخيت بن برقان، تهانينا على هذا الفوز والانتصار مع ترياق محمد بن بخيت بن برقان. أتى على ثاني المراكز شاهين سيف بن سهيل بن نخيل الاعفاري المركز الثالث، وصل على ثالث المراكز هنالك الذيب راشد بن ناصر بن محمد بن شابل المركز الرابع، وصل على رابع المراكز جلمود علي بن مسعود بن علي الشعفول المركز الخامس، وصل على خامس المراكز هنالك طويق رياض بن ثامر بن سليمان السعدون. هكذا متابعينا الكرام تابعنا وإياكم هذا الشوط، فحضر ترياق لمحمد بن بخيت بن برقان محققا الناموس والنيسان بترول استيشن، تانينا لك يا بن برقان. التوقيت الزمني 9:10:48 من الثانية، تانينا على هذا الفوز والانتصار. بينما أتى هنا مع المركز الثاني مقدما العروض الكبيرة والمتميزة شاهين سيف بن سهيل بن نخيل العفاري، التوقيت الزمني 9:11:52 من الثانية، تانينا على هذا الفوز والناموس. بينما أتى على ثالث المراكز الذيب راشد بن ناصر بن محمد بن شابل، التوقيت الزمني 9:14:00 من الثانية، تانينا على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار لمالك الذيب راشد بن ناصر بن محمد بن شابل على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.
ننوع.